ما عمرك غادي تقدر ترضي الاشخاص اللي عندهم عقليه فقيره. جاك ما اغنى رجل في الصين، جاك ما اغنى رجل في الصين قال واحد الجمله عميقه ومهمه. ما عمرك غادي تقدر ترضي الاشخاص اللي عندهم عقليه فقيره. عقليه الفقر هي الاعذار لاي حاجه، ما عنديش فلوس، ما غينجحش هذا البروجي، باك صاحبي خصني المعرفه، ما عنديش الزهار، فلان تزوج، فلانه تزوجت وانا ما درت حتى شي حاجه. العقليه اللي كتلقى الاعذار لاي حاجه. في هذا الفيديو هذا غادي نوريك اليوم كيفاش اذا كنتي انت اليوم ضحيه ديال المحيط ديالك، لان ما نساوش ان هذه العقليه الفقيره هذه فما كنزادوش بها. هذه العقليه ديال الفقر واللي غتخليك حياتك كامله فقير كتكون جايه مع من كنتي كتهضر ومع من كبرتي في السنوات الماضيه، المجتمع، الحكومه، المسؤولين، المسلسلات، تيك توك، يعني جميع هاد العوامل هادو كيبرمجوا الانسان وكيحطوه في قفز. يعني الا انت اليوم كنتي كتحس براسك محطوط في قفز وما عايقش فالهضره ديالي ما غاديش تعجبك، لان غادي تقول الآن طالعه. وإذا كانت عندك الآن طالعه فهذا كيدل على انك عقليتك جد فقيره، لان الآن ديالك الا كانت طالعه بزاف غادي تعاني حياتك كامله. الآن خصها تكون في واحد لو نيفو مويان، وفاش غتكون في واحد لو نيفو مويان وفي واحد لو نيفو اللي عادي غادي تولي تحس براسك كترياليزي شي حاجه وغادي تبدا تخدم على نفسك. الوغ الا كنتي اليوم انت محطوط في هذا القفز هذا وعارف راسك محطوط في قفز ولكن كتحس بشي حاجه ما مفهوماش كتخليك وسط القفز هذا، في كلتا الحالتين انت مسؤول وانت اللي غادي تقدر تخرج راسك من العقليه ديال الفقر. هنا كتجي النقطه رقم واحد، اسمعني مزيان علاش جبت ان انت غتخرج راسك. اول حاجه باش تخلص من عقليه ديال الفقر، اسمعني مزيان اش غنقول لك، هو تعلم تصنع حلول خاصه بك. تعلم تصنع حلول خاصه بك، لان الانسان اللي فقير في مخه دائما كيعول على الحلول من برا، كيعول من الحكومه تلقى لي حل، كيعول من نسيبو يلقى لي حل، كيعول على عمو اللي واكلو في الورد وكيجي ينافقو من نهار لحد نهار لحد يلقى لي حل، كيعول على الكوتش يلقى لي حل. انا ما كنلقاش حلول، انا غير كنساعدك باش تكتشف نفسك شي حوايج، من الحل غتلقى بوحدك. كيعول على الداعيه يعطيه الحل، داكوغ. دونك هذه هي العقليه ديال الفقر، وكمل بقى يلا بقى تقلب على الحلول برا، الوغ كو انت تقدر تصنع حلول خاصه بك. وفاش غادي توعى بانك غادي تقدر عندك القدره انك تصنع حلول خاصه بك، هنا ما غتبقاش كتلعب دور الضحيه، اوتوماتيكمون غادي تولي تلعب بديك الشيء اللي عندك باش تخرج راسك من هذاك الوضع. لان حتى تكلمنا على لا نوسيون ديال السعاده، السعاده سي كوا؟ ماشي هو يكون عندك فلوس بزاف، الفلوس كيساعدوا باش تكون السعاده، لان بيان سور الا كنتي غادي تدوز العطله في سيدي بوزيد اولا غادي ماشي بحال غدوزها في ماربيه، اولا مثلا اللي غادي الا غادي تسوق طوموبيل ديال داسيا ماشي بحال غادي تسوق طوموبيل ديال 70 مليون ولا 80 مليون. دونك الفلوس كيعطيونا الكونفور اللي كيساعد شويه في السعاده، ولكن لا نوسيون ديال السعاده بصفه عامه هي كتشوف ديك الشيء اللي محلول ليك انت هنايا. يعني شنو عندك؟ عندك دار، عندك سقف، عندك الشمس، عندك الجو زوين، عندك سريدنات، عندك صحابك كيبغيوك، راه عندك بزاف ديال، عندك وليداتك كيبغيوك. دونك هاد المسائل بحال هكا خصني نلقى فيهم السعاده ديالي، لان الا شكرتي الله وكانت عندك قوه الامتنان على ديك الشيء اللي عندك ديجا دابا، الله غادي يزيدك. والجانب الديني حتى هو واضح في هاد المساله هادي. لذا شنو هما الامور اللي عندي انا دابا وما عندش بزاف ديال الناس ويمكن لي نخلق بهم السعاده، ولكن انا ما باغيش نخلق بهم السعاده، لان جو سوي دون اون انرجي دو مونك، وفي عقليه ديال الفقر. لانك كتخلط مع بنادم اللي فقير في مخه. الانسان الفقير في مخه 85% ديال المحادثه معاه كتكون سلبيه، الاحداث زادوا في المازوط، زادوا في هذه، انا طلقت، انا قولبوني، انا هذه. وهذه هي العقليه ديال الاعذار اللي تكلمت عليها. تعلم تلقى الحلول ديالك بوحدك، هذه النقطه رقم واحد. النقطه رقم جوج هو ما تبقاش تنتقد شي حوايج باغيها، لان هنا غادي نرجعوا للعقليه ديال الانسان اللي هو باغي شي حوايج ولكن كينتقدها. في الحياه ما عمرك غادي تحصل على شي حاجه كتنتقدها،
علاش انا ديما تينتقدوني الناس يقولوا لي مثلا لا علاش انت تنتقد الفقراء؟ تنتقد الفقراء اللي في مخهم تنتقد الفقراء، لان الاغلبيه ديال الناس اللي فقراء، ف ماشي فقراء في الجيب، فقراء اولا في الانرجي ديالهم. وانا نعاود لكم واحد القصه، كانت عندي محاضره شحال هذه في الفندق، وعرضت على شي وليدات انهم يجوا يساعدوني. واحد من هذوك الوليدات ما عندوش، انا عارفه ما عندوش، وهذاك الماء وهذاك النهار كان كيصادف الماتش ديال الرجاء والوداد. فاش جيت قلت ليه اجي تخدم وغادي نعطيك فلوس وغادي ندور معاك مزيان هذيك العشيه وما غادير والو غير وقف في الباب، بجو مني قال لي ولا واش يمكن لي نجي تيسالي الماتش ديال الرجاء والوداد. علاش دائما في الفيديو ديالي كنقول الفقر ما عمرو كيظلم شي واحد، راه ما تنجيش وتنقولها. الوغ لي زامي، ما تبقاش تنتقد شي حوايج باغيهم في حياتك. باغي الفلوس قول انا باغي الفلوس، بغيتي تكون غني خاصك تبغي الاغنياء، خاصك تبغي الاغنياء، وعوض ما نقول عليهم شفاره اولا نصابه، نحاول تقرب عليه ونشوف شنو الامور اللي كيدير، شنو هما الامور اللي كيديروها. وهذه لها مساله، لاحظت فاش خالط رجال الاعمال اللي لاباس عليهم بزاف كثر من داكشي اللي ما كيبانوش في الانترنت كاع، رجال الاعمال بزاف فاش كتخلط معاه كتلقاه هو هنا وانت هنا ماديا، وكيسمع لك وكيسول وباغي ياخذ منك شي حاجه. وهنا هذه العقليه ديال الناس الاغنياء، يعني كيامن بان لاش الدري عنده 6 سنين غادي يستافد منه شي حاجه. وهذه سي كيسيون دينيرجي، سي كيسيون ديغو، سي كيسيون اوسي ديال العقليه ديال الفقر. يعني اليوم الا كنتي كتنتقد الناس اللي عندهم طوموبيلات ولا اللي عندهم فلوس ولا اللي كيسافروا، والدائره دي كتبان في الصيف بزاف، ما تبقاش تصور علينا الناس راه ما لاقيه ما تاكل، الناس اللي ما لاقيه ما تاكل ما تصورش علينا. واش كيجيك عندي انا وشنو وزير رئيس الوزراء؟ علاش جاي عندي انايا؟ علاش دخلك تتفرج فيا اصلا؟ لاش وما غنتصورش انا حدا زباله باش انت تبقى على خاطرك. هي 17 سمحوا لي، ولكن مره خصني نقصح الهضره، لان خص تحطوا معايا في السياق. الوغ عيش حياتك، تخلط مع الاغنياء، بغي الاغنياء، فاش يجيبك شي واحد شي بيع وشريا ما تبقاش بحال، لان هذه هي عقليه الفقره. تجيب لي شي بيع وشريا، شي نصبه، شي قالب، داكور، شي قالب، لان اوتوماتيكمون الجهاز العصبي ديالو تيميل تماره، تيميل انه يشم ريحه الزبل حاشاكم، تيميل الزباله. يعني فاش غادي نجي تانسبيري ولا تعطي شي نصيحه، انت باغي تعيق عليا ولا باغي تنصب عليا الى اخره. دونك سي كيسيون دينيرجي، وهذه جمله مهمه بغيتك تعقل عليها. الطاقه ديالك كتبع الاعتقادات ديالك، الطاقه ديالك كتبع الاعتقادات ديالك. شحال من واحد اليوم هنايا تتلقى داير في شين في اليوتيوب يقول انا خوتي والله ما دابا ما كنديرش علاقه بالادسنس وراني كنبغيكم، وغادي يمشي يدي صور مو العاطفه، يبدا يصور مو وبدا يصور اختو، وبدا يقول لكم انا وادي وادي وادي. حتى كتسمع عليه شي حاجه في شكل، علاش انا الحمد لله تنخرج بوجي حمر في الزنقه وتيجيو يسلموا عليا؟ لان كيف ما كتشوفني هنا كيف ما غتشوفني في الزنقه، كيف ما غتشوفني هنا كيف ما تشوفني في الزنقه. ما عمرك غتقول لك لا خوتي انا ما كنديرش هادشي علاقه بالفلوس، لا انا كندير هادشي علاقه بالفلوس، كندير هادشي باش نبيع الدورات ديالي، كندير هادشي باش الناس يعرفوني، باش نعرف بالمنتوجات ديالي والخدمات ديالي. ومن بعد الا زي راسك هاد الهضره اللي تنقول دابا، فعرف ان خصك تخدم على نفسك. النقطة رقم 3، عقلية الفقر كتقلب دائما على السهولة ولا على لو كونفور. شنو هو السهولة ولا الكونفور؟ هو انتقاد الاخرين، نضحك على الاخرين، نضحك على الناس اللي تيحاولوا يديروا شي حاجة. لان الا كنت اليوم كتضحك على الناس اللي تيحاولوا يديروا شي حاجة، فهذا كيعني ان الضحك فيك، لان كون كنتي انت قادر داكشي اللي كيديروا هذاك الشخص اللي كتضحك عليه، ما غيكونش عندك الوقت فين تنتقده. تبع معايا، الا كنتي كتضحك على واحد الشخص لانه تيحاول يدير شي حاجه، فهذا كيعني انك انت ما قادرش دير داكشي اللي كتضحك عليه في هذاك الشخص، وكتبرد على راسك. يعني سهل انني نضحك، سهل انك تنتقد واحد الشخص تقول لي علاش كتهضر بحال هكا، علاش كتلبس بحال هكا، ولكن صعيب تحرك. ما بغيتش نقول شي كلمه ماشي تالي، يعني صعيب تحرك ودير شي حاجه، لان هادشي صعيب. وخصك تعرف واحد المساله، هو ان الحياه القرارات عفوا السهله تؤدي الى حياه صعبه. عدم اخذ المخاطر هو في حد ذاته بحث على السهوله، هو في حد ذاته عقليه الفقر. الانسان اللي ما تيقلبش على المخاطر، اللي تيبغي يبقى متفرج حياته كامله، وباش كيغطي على ذاك
على داك الفشل ديالو ولو مونك اللي فيه، هو كيبدا يضحك على الناس اللي كيديروا شي حوايج اللي هو ما يقدرش يديرهم. وكنتحداك ان اليوم الا كان الا كنتي كتضحك على الناس وكنتي كدير شي حاجه في حياتك، ما عمرك غتلقى شي واحد اللي ايبانوي في الحياه ديالو الزوجيه، في الحياه ديالو العمليه، كيضحك على ناس كيحاولوا يديروا شي حاجه. اذا قلنا القرارات السهله تؤدي الى حياه صعبه، والحياه والقرارات الصعبه تؤدي الى حياه الرفاهيه. الى فهمتي هذه الجمله هذه غادي تخرج من عقليه الفقر. نتلاقاو ان شاء الله قريبا. عيد اضحى سعيد لجميع الامه الاسلاميه، ونتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل من مورا العيد. تبارك الله عليكم.